نعم مباشرة من مدينة النخيل للمدينة الحمراء، دائما نوصلوا حتى نواصل التغطية المباشرة والفعالية. النسخة الثانية عشر من عمر مهرجان الدولي للفيلم بهذه المدينة الجميلة، كيف ما سبق وأشرت بأنه لو تابي روج غادي يعرف الليلة يعني حضور وازن للسينما الهندية في إطار احتفال المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش ب مئوية السينما الهندية، وأيضا حضور وازن لأقوى الممثلين والمخرجين العالمي في رئاسة لجنة تحكيم ذات السنة، كما ذكر بأنه جون بورمان المخرج الإنجليزي، وأيضا لجنة تحكيم أفلام القصيرة لبوانو جاكو اللي تكون العضوية ديالها، كل من الفنانين أيضا التشكيلي المغربي سعد الحسن. كنذكر بانه مازلنا نتواصل معكم، محمد قيسي غادرنا، اما سقر كما كيزو الاخرين بقى معنا عادل بوموسا كيف ما سبق واشرت بانه بطل عالمي في كيك بوكسين، ايضا في يعني واحد دو ديسيبلين تندير بطل عالمي في كيك بوكسين كيك بوكسين، وتندير موديل بروفيسيونيل وتمثيل الحمد لله جميل زعما غنكونوا بواحد الصوره اللي هي المغرب والعالم غيتاخذوا ان شاء الله. اكيد هذا طموح جميل، طموح مشروع من شاب مغربي هو يعشق السينما. انا كنت عايش انا عايش في اسبان من بعد في اوستريا، يلا كي في اوستريا ديك الشاب اللي في اوستريا اوستريا وي اوستريش ومن تما كي اييه، ودابا جيت باش نشجع البلاد ديالنا في المغرب باش الدراري الصغار نعلمهم الكاتس اكسيو ونعلم السينما حتى هي كما تعلمنا نعلمو انت يعني الفن ديال الاكسيون في السينما. اييه تكلم نعلمو من اكسيو وكاع الابطال مساكن اللي هما طلعوا مساكنوا بقاو محدودين حتى هما نعطيوهم فرصه باش يولي واحد سميتو في الفن فهمتي تكون واحد راس في الفن ونعطيوهم فرصه حتى هما باش يطلعوا حتى هما ماشي غير مسكين يدي البطوله وصافي يحبس فهمتيني كيف يديروا المصريين يعني الرياضه تفتح النجوميه والبطولات تفتح الافاق امام يعني بطولات في السينما ماشي فقط في الروح ولا فقط في القاعه ولكن فقط ايضا في السينما في التلفزيون تفضل هادشي اللي بغيت نبغي خلقت انايا ندير واحد المؤسسه يتعلموا فيها لي ابدو ونسوق الاكس في السينما وهذوك الابطال مساكين اللي تبقاو ما عندهمش محدودين وهذي نعاونوهم تا هما نعطيهم فرصه تا هما يدخلوا للتمثيل بحال يديروا في مصر بحال يديروا في امريكا بحال يديروا في العالم هادشي اللي هو ان شاء الله تنقلب عليه باش هما الناس مساكين اللي هما ولاو ابطال ومساكن غينسحبوا تيبان لهم ساكن الاخر تيمشيو بزاف ديال الحوايج اللي هما راه اللي معاهم او لا كيفني مثلا تيفني الرياضه صافي تيمشي لواحد الحاجه اللي ماشي ديالو اللي يمشي للروم ولا يمشي لسميتو هادشي علاش انا بغيت جيت من على برا باش نمشي وندير المغاربه هذوك الابطال اللي مساكن اللي هما ضاعوا باش ندير لهم انيمو ويطلعوا عاوتاني ان شاء الله. نعم وحنا في اطار الاسبوع 92 العواقب نتاعو انت كبطل شنو تقول على التدخين؟ التدخين هو مضر قال لك دخن سوف تموت دونك نحاول الناس اللي تدخنوا نحاول نقول لهم يقطعوا شويه بشويه ماشي يقطع بزاف يقطع غير شويه بشويه واحد القطعه تقول شنو كنت ندير سمعتي دونك نعرف بلا باش تقطعوا قضيه مقاصحه مي حاول دير المجهود ديالك حاول دير المجهود ديالك وقول ما تبقاش ندخن وما تبقاش تدخن ان شاء الله. عندي لك سؤال ايضا اول مره كنتي في سوق بروجيكتور يعني في السينما واضواء وهذا واش ما حسيتش واحد الحاجه انا كنقول بانني ربما انا غريب على هذا الميدان كيفاش غنتشجع شنو اللي عطاك يعني انت محمد القيسي انه شجع لكن شكون اللي يمدك يد العون غادي نقولوا النفسيه اللي يهزك المراد ولا تبدي وراه تبدو على الفيرا تفرط وصل عيد ليها قاضي قاضي في مجال السينما الصراحه محمد القيسي هو اللي عطاني ذاك سميتو دونك انايا جاهدت انايا ماشي غير نقولوا بغيت توصل جالس ما تبقاش غير جالس دونك درست على السبورت قريت مشيت للقرايه والسبور وماشي وديت بطل
جيتو توقيت بطل عادي ولي عاد نكليت نتكلم ونكليت انا نمشي مع الممثلين ونمشي نقلب على حوايج اخرين من البطولات ديال التاي بوكسينغ كيك بوكسينغ لايت كونتاكت تايكواندو. دخلت عاوتاني الموديل من الموديل دخلت للمسرح درتو في اسبانيا من المسرح جيت عاوتاني وقلت نزيد شي حاجه زدت شي حاجه اخرى كثيره باش نعطيها للبلاد ديالي ونكون مشرف للبلاد ديالي في هذا المجال ديال السينما باش ماشي غير يوليو عندنا حتى حنا الامريكانيين يتفرجوا فينا بحال الهنديين تتفرجوا فيهم في هذاك او المليون عجبني هذاك. دونك حتى حنايا عندنا الناس اللي هما يقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج. علاش الابطال ما يدخلوش هما لهنايا ويعاونوا البلاد ديالهم ويرفعوا من الرايه ديال البلاد ديالهم؟ هذا الشيء خصو يكون. وحنا بحاجه لهم المستمعين مع الفاصل النهائي اللي فات نسهر على روسي خيفا ورجعوا حنا ما خايفينش على البلاد ديالنا في الاخر ورجع لكم بعد الفاصل.